أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الجولة الإخبارية الجديدة التي نبدأها مع حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قبل قليل، والتي قضت فيه بمعاقبة رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه نحو 19 مليار جنيه مصري لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. الزميل أحمد جودة تابع الجلسة ووافانا بهذا التقرير. اللهم يا جمهور قلت لك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتعزل ما تشاء ذلك الخير مما تشاء الخير. يا استاذ سرير خد احمد عز هو ايه؟ استاذ مش شايف منها ولا ممكن تقعدي بس؟ الصدمه في القضيه 9271 سنه 2011 لا تصليت. بسم الله باسم الشعب. حكمت المحكمة أولا الدولين الوكالة أحمد عبد العزيز أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وبتجريمة أصلية مبلغ اسمه 10 مليار و858 مليون 470,000 جنيه وإضافية مبلغ 6,429,737,000 جنيه وألزمته المصروفات الجنائية. ثانيا الدعوتين المدنيتين وعدم قبولهم وألزمة رافعيهما المصروفات شاملة 100 جنيه تعبا للمحاماة. يا فندم اهم مدار في جلسه اليوم جلسه النهائيه للحكم على احمد عز امين التنظيم في قضيه الكسب الغير مشروع، اهم مدار في الجلسه يا فندم؟ اليوم المحكمه اصدرت حكمها في 10:30 تقريبا، صدر الحكم رئاسه المستشار مكرم عواد بمعاقبه المتهم 7 سنوات سجن مشدد وتغريمه مبلغ 12 مليار 858 مليون وحوالي 74,000 جنيها، وأيضا رده إلزامه برد مبلغ 6,429,437 جنيه نتيجة هذه المبالغ المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على مصنع الدخيلة وأيضا إخصائي الحديد التي منحها لها كل من المتهم الهارب رشيد محمد رشيد والمتهم
المتهم المحبوس والمسجون حاليا عمرو محمد محمد عسل، وهذه الرقص وهذه الاستحواذ والاستيلاء على اسهم شركه الدخيله كان بالمخالفه للقانون 159 لسنه 81 الخاص بقانون شركات المساهمه، وايضا القانون 95 لسنه 92 المتعلق بهيئه سوق المال. المتهم ارتكب العديد من الجرائم والمخالفات للقانون، تربح منها هذه المبالغ، قام بتحويلها مصرفيا للخارج، فكان هذا الحكم يعد معبرا عن الحقيقه وعنوانا للحقيقه. هذا الحكم يعتبر منصفا وعادلا ورضيعا، منصفا لان اعطى للمتهم كل وسائل، اعطى للمحامي فريد الديب دفاع المتهم كل وسائل الدفاع والدفوع من سماع شهود اثبات وشهود نف، وايضا اعطاه كل سبل الدفاع والدفوع، ايضا حكما عادلا لانها قدر العقوبه تمثل قدر الضرر، والزامي بهذا المبلغ رده هو حوالي 19 مليون جنيه في مجمله سواء كان غرامه او رد، هذا المبلغ اقل بقليل مما يمتلكه ويحتكم عليه احمد عز من شركات المصانع. ايضا يعد الحكم عنوان الحقيقه، لماذا هو الحكم هذا عنوان الحقيقه؟ لان يعلم القاضي جيدا ان بهذه المبالغ التي حصل عليها حصل عليها بطريقه غير مشروعه، بطريقه الاستيلاء والسرقه والاستحواذ، وانه قد قام بتجويع الشعب من الشقق وغير على الشباب يدمنون المخدرات ويجلسون على المقاهي، والاناث يصلون لسن العنوسه ولا يتزوجون، يفقدنا الامل في المستقبل المجهول. اسال حضرتك يا فندم، الحكم النهارده حكم نهائي ولا يجوز النقد عليه؟ والله هذا الحكم حكم اول محكمه جنايات اول درجه، يجوز الطعن عليه بالنقد، وايضا ممكن محكمه النقد تتصدى للقضيه وتنظرها او ان تحيلها لدائره اخرى النظر فيها من جديد، ولكن جميع احكام الجنايات هكذا الحال، ولكن اعتقد ان هذه القضيه النقد فيها سوف يرفض لاسباب عديده، وهي من اين له بهذا المبلغ؟ من اين له ب 6 مليار و 429 الف مليون جنيه؟ اشكرك يا فندم. إذا حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قبل قليل بمعاقبة رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه تقريبا لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. وكان هذا تقريرا تابع الجلسة مع الزميل أحمد جودة، ولنا تواصل الآن مع الصحفي سيد جمال الدين المتخصص في الشأن القضائي. أستاذ سيد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ سيد، حيثيات هذا الحكم وما يترتب عليه؟ نعم، يعتبر هذا هو الحكم الثاني في حق أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، فكانت محكمة جنايات الجيزة سبق وأن أصدرت حكم بالسجن 10 سنوات في قضية أيضا فساد منذ عدة أشهر. اليوم صدر حكم بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وغرامة 19 مليار جنيه. كانت التحقيقات قد كشفت أن أحمد عز حقق لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين من المسؤولين بشركة حديد الدخيلة أرباح تقدر ب 6 مليار جنيه خلال الفترة من 2001 وحتى 2011، واستثمر جزء من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات من هذه الأموال إلى الخارج لحساب شركاته، وأجرى أيضا حسابات مصرفية، كما استحوذ أيضا على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة قانونا، حيث أنه قام بإعفاء نفسه من سداد المستحقات المفروضة عليه والغرامات والتي تقدر ايضا باكثر من 700 مليون جنيه. بالطبع هذا الحكم يعتبر هو الحكم الثاني ويمكن الطعن عليه امام محكمه النقد. نعم، طيب بالنسبه للحكمين، يعني عندنا 10 سنوات في الحكم الاول وسبع سنوات في الحكم الثاني، هل يتداخل الحكمان في مرحله التنفيذ ام تاتي بالتتابع؟ يعني كده يقضي مده عقوبه 17 سنه ولا العشر سنوات ويدخلوا في السبع سنوات او العكس؟ بالطبع دائما في القانون يقضي المده الاكبر وهي العشر سنوات، ولكن استاذ ايمن لابد وان نعرف ان احمد عز طعن على الحكم الاول ولم تحدد محكمه النقد جلسه حتى الان، وايضا من حقه ان يطعن على هذا الحكم في محكمه النقد ايضا، ولكن دائما العقوبه تطبق على الحكم الاكثر وليس الاقل. نعم، طيب بالنسبة للتغريم، يعني مجموع التغريم سواء رد الأموال أو الغرامة المباشرة حوالي 19 مليار جنيه مصري، كيف سيتم السداد؟
بالضبط، النائب العام دائما في مثل هذه الغرامات يقوم بمخاطبة البنوك لتحصيل هذه الأموال، وسبق للنائب العام وأن حصل ما يقرب من 40 مليون جنيه من رموز النظام السابق، هي كانت عبارة عن غرامات في القضية التي كان متهم فيها حبيب العدلي ونظيف ويوسف بطرس غالي وغيرهم. فمن حق النائب العام أن يخاطب فورا البنوك، خاصة وأن أموالهم متحفظ عليها داخل هذه البنوك. طيب بالنسبة لمقاضاة يعني المشتركين معه في الجريمة، وزير الصناعة السابق وأيضا عمرو عسل، يعني هذه قضية كيف يتم يعني كيف يتم تنفيذ هذه الأحكام عليه؟ هل صدرت بحقهم أحكام غيابية مثلا؟ هذه القضية ما زالت منظورة أيضا ومؤجلة للشهر القادم، أوائل الشهر القادم. وهي أسهم حديد عز الدخيلة متهم فيها إبراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي حديد عز الدخيلة وأيضا أحمد عز، ولكن هذه القضية ما زالت تنظر أمام المحاكم وستتم مرافعة النيابة فيها في أول أكتوبر القادم. ولكن عندما تصدر غرامات أخرى أو أحكام سوف تنفذ فورا مثل هذا الحكم. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي سيد جمال الدين المتخصص في الشأن القضائي. إذن حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قبل قليل بمعاقبة رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه نحو 19 مليار جنيه مصري لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. الآن فاصل ثم نعود لمواصلة الجولة الإخبارية بعد موجز الأخبار، فابقوا معنا.